أخبار اليوم. في حي بشتيل في هذه المنطقة الشعبية بمحافظة الجيزة يعيش عم محمد القاضي صاحب أشهر عصا سحرية في الشرق الأوسط في منزله. التقيناه ليحكي قصة 30 عاما في علاج العمود الفقري والغضروف بعصاية القاضي، تلك العصا الخشبية التي استطاع بها علاج آلاف الحالات المرضية للمصريين والعرب والأجانب، منهم الأغنياء وأغلبهم من الفقراء الذين لم يستطيعوا دفع آلاف الجنيهات لعلاج حالتهم المستعصية. كانت العصا تمر بين فقرات الزهر كالسحر، يداه تتحركان على ظهر مرضاه كالبلسم، وفي 5 دقائق فقط لا غير ينهض المريض الذي كان ذاهبا طريح الفراش لعم محمد القاضي، لينهض سريعا ويتحرك ويحرك يديه وقدميه، ليكون اول رد فعل له هو ان يقبل هذا الرجل البركة ويدعو له بطولة العمر وراحة البال. تجربة مثيرة عشناها معاه وداخل عيادته الخاصة التي يستقبل فيها مرضاه لعلاجهم من الشلل التام وآلام الغضروف والرقبة والظهر والكوع والركبة. شاهدناه وصورناه وهو يقوم بنفسه بعلاج مرضاه بشوية مية وعصايا خشب. في منزله وجدنا صور وشهادات تقدير وعشرات الموضوعات الصحفية التي كتبت عنه وعن سر تلك العصا التي بسببها أطلق عليه مرضاه بعد شفائهم عبقري الطب الشعبي في الشرق الأوسط. زبائنه من القضاة ورجال الأعمال والضباط ونجوم الرياضة والفن، لكنه حفاظا منه على أسرار مرضاه رفض أن ننشر أو نذيع أي اسم من هؤلاء. عم محمد القاضي يستخدم مسطرة خشبية طولها 15×22 سم وكوبا من الماء، وخلال 5 دقائق ينتهي من زوال المرض دون أي تدخل جراحي. فقد كتب على باب عيادته 5 لاءات: لا للتدخل الجراحي، لا للبنج، لا للأدوية، لا للإشاعات، لا للمصاريف العالية. عم محمد القاضي الذي أجرينا معه حوارا مطولا سوزع قريبا على بوابة أخبار اليوم، فاجأنا في نهاية حواره ببشرة غالية لمشاهدين البوابة. زي ما انا بقول لك كده، انا بقول ده اخبار اليوم اهو. اي حد عنده مشكله في العمود الفقري يعلم بيه مجانا.